السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن اليوم في بارك رويال سويت في بانكوك تايلاند. نصور غرفة من نوع 1 بيدروم سويت، ثالث نوع من الغرف في الفندق. طبعا هذا الفندق مشهور بالأجنحة، الغرف، الشقق. طبعا هذه الليفين روم، غرفة المعيشة، وهذا الكيتشن، سمول كيتشن، معكنة الثلاجة، وهذه غرفة النوم، سرير كينج. طبعا الغرفة تقبل سرير إضافي، وأيضا هناك سوفا بيد في الغرفة. بارك رويال سويت في بانكوك دولة تايلاند.